برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. طبعا كارثة بكل المقاييس شفناها وعشناها في الزلزال والتوابع والكوارث اللي حصلت وأعداد الضحايا في تركيا وفي سوريا، زي ما انتم شفتوا حاجة توجع القلب بصراحة يعني. لكن كتير حتى من الناس الفترة اللي فاتت أو اليومين اللي فاتوا كانوا بيكتبوا بقى أكتر من بوست على الزلازل. طب هل العلم ما وصلش أنه يعرفوا مركز الزلزال ممكن يبقى فين، ممكن يبقى إمتى، يكون في توقعات؟ لا، الحقيقة يعني الحقيقة بالواحد لما دور كده في كل الصفحات المتخصصة اللي بتتكلم عن الزلازل، علماء الزلازل، علماء الجيولوجيين، ان حد يعرف الزلزال ممكن يكون امتى وفين ومركزه فين قبل وقوعه عشان يعملوا حسابهم او احتياطاتهم، دي حاجة لسه العلم ما وصل لهاش لغاية دلوقتي. كارثة زي ما بقول لكم كده بكل المقاييس، حاجة توجع القلب. لكن امبارح عرفنا انه كان في هزة أرضية ارتدادية، بيقولوا عليها ارتدادية، حصلت في سوريا مرة تانية، لكن الحمد لله أنها جت على قد كده، ما حصلش فيها يعني إصابات أو ضحايا تانيين، ويكفي طبعا الأعداد اللي ماتت في تركيا وفي سوريا، لكن ده مؤشر أنه الأوضاع برضو مش مستقرة. حصلت هزة تانية في حلب ولاذقية وحمص في سوريا، دول اللي حصل فيهم الهزة الارتدادية. الأعداد بتاعت الضحايا، وده برضو لغاية دلوقتي، هم لغاية دلوقتي برضو في ناس بتطلع، لا زال بيطلعوا ناس من تحت الأنقاض لغاية دلوقتي. ف 1970 ضحية أو قتيل في سوريا، و 2000 شخص مصاب، أعداد كبيرة جدا. ربنا يرحمنا وربنا يرحمهم وربنا يعزي أسر الضحايا، ربنا يطمن الناس وأهلهم لو في حد لسه موجود تحت الأنقاض. في ناس حتى لو حد مات يقولوا بس نلاقيه ونعرف هو عايش ولا ميت لغاية دلوقتي. احنا شايفين مصر الكبيرة طول عمرها، وفي أي أزمة بتحصل في أي دولة في العالم ازاي مصر بتكون واقفة جنبها وبتركن الحقيقة أي حاجة، أي حاجة، أوضاع بقى سياسية، خلافات واختلافات على جنب وقت حدوث الكوارث اللي زي دي، لكن مصر دايما بتكون الشقيقة الكبرى اللي واقفة في أي محنة مع أي دولة بتتعرض لكارثة. وده احنا شفناه طبعا من خلال أكتر من حاجة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعزي أردوغان في ضحايا الزلزال، سيادة الرئيس أجرى اتصال هاتفي بالرئيس التركي أردوغان وقدم له التعزية في ضحايا الزلزال، وقال أن مصر على أتم الاستعداد في كل وقت أنها تكون موجودة جنب تركيا وجنب سوريا وجنب المتضررين من الزلزال، وتساعد وتقدر تساهم بكل الإعانات والإغاثات الممكنة واللي تقدر عليها. في نفس الإطار، مصر بعتت 5 طائرات محملة بكل المساعدات الممكنة لسوريا ولتركيا، وزي ما بقول كده ده اللي احنا عهدناه دايما من بلدنا، انه في اي وقت وفي اي كارثة بتحصل في اي مكان في العالم، مصر دايما بتلاقوها واقفة السند والظهر، وتقدر انها مهما كانت ظروفنا، مش بس الناس تقول احنا فينا اللي مكفينا وعندنا اللي مكفينا، لا، في الكوارث والمحن اللي زي دي مهما كان اللي عندك ومهما كانت ظروفك، لو انت بلد عظيم وكبير بقيمة ومكانة مصر، هتلاقي نفسك انك بتقف وتسند وتسد، وده اللي مصر عملته. ارسلت 5 طائرات مساعدة لسوريا ولتركيا. فيما يخص برضو الزلزال، وزارة الخارجية بتتابع في تركيا وفي سوريا المصريين بقى اللي موجودين هناك. ناس كتير بتسأل طب بالنسبة للمصريين هل في ضحايا للزلزال مصريين هناك؟ لغاية دلوقتي مفيش حاجة رسمي في القوائم، حاجات رسمية تقول ان في ضحايا للزلزال سواء في تركيا او في سوريا. مصر طلبت برضو قائمة، كل ما بيعملوا زي تعداد كده للضحايا في المناطق المختلفة وفي المدن المختلفة سواء تركيا او سوريا، عشان يشوفوا المصريين اللي فيها، على الرغم من ان كان برضو في اقاويل تجمعات الجاليات المصرية اللي بيبقوا عارفين بعض هناك، هم قالوا ان في ضحيتين في تركيا من اسرة واحدة في الزلزال، ما تمش الاعلان عنهم ولا عن اسمائهم لغاية دلوقتي، لكن السفارة المصرية في تركيا وفي سوريا بتتابع ده وبتبعت كل الاعانة والدعم
دعم للأسر اللي هناك. كان في حالة أصيبت في سوريا من تصدع البيت بتاعه، إصابة طفيفة خفيفة، لكن برضو الخارجية المصرية والسفارة بتاعتنا هناك بتتابع معاه. الطلبة اللي بيدرسوا برضو في تركيا السفارة بتتابع معاهم عشان لو في أي حاجة ممكن السفارة أنها تقدمها له. نروح لدرجات الحرارة وهيئة الأرصاد الجوية. الجو صعب جدا، جو برد بزيادة، وزي ما انتم شايفين كده نزلات البرد والأدوار المختلطة اللي الواحد بقى مش عارف يقيمها، هو ده دور برد ولا مش دور برد. وزارة الصحة بتقول انه الكورونا موجودة وما تدوش أمان، والأعراض بتاعتها حتى لو هي مختلفة وما بقتش بالشدة بتاعة الأول اللي كانت عاملنا الكوارث والعناية المركزة وعدد الوفيات، لكن هي موجودة والأعراض بتاعتها بقت بتتشابه كتير مع أعراض البرد العادية، لكن بتبقى نزلات البرد صعبة جدا. فإحنا محتاجين أننا ناخد بالنا جدا شعور المواطنين بالبرودة وانخفاض. أنا مش عارفة هيستمر لغاية إمتى، لكن يعني أعتقد أن لغاية يوم السبت أو الحد كمان الطقس البارد ده مستمر معانا. وأقول لكم برضو التفاصيل أكتر مفروض نعمل إيه من تحذيرات وزارة الصحة، لكن خلونا نشوف حالا درجات الحرارة قدامكم على الشاشة. بمناسبة البرد بقى وتحذيرات وزارة الصحة، درجة الحرارة خطر جدا دلوقتي على البني أدمين. يعني صوت صاحب تقول لو ما فيش ضرورة إن حد يخرج من البيت، ما عندوش مثلا شغل رجع من شغله ما عندوش حاجة ضرورية يخرج علشانها، يبقى الأفضل إنه يكون موجود في البيت. دي أول حاجة. الحاجة التانية لازم نلبس ملابس ثقيلة جدا، بسوا لبس تقيل بلاش اللبس الخفيف، ويفضل برضو لو نلبس نوع الهدوم اللي هي لما اضطرت الوتر بروف عشان ما تسربش المية أو المطرة للجسم والواحد ياخد نزلة برد بسبب كده. بتنصح كمان بأننا نلبس الغطاء بتاع الراس والودن، عارفين في حاجة كده ممكن نغطي بيها ودلنا، أو اللي بيلبس كاب وينزله لغاية ودنه. بيقولك ما تخلوش درجة حرارة الجسم نفسها، الدفع بتاع الجسم نفسه يفقد عن طريق الودان الراس الرقبة، الحاجات اللي احنا ما بنبقاش مغطينها، لان في ناس ما بتقدرش، يعني الجسم مش بيقدر يتكيف مع درجة الحرارة المنخفضة، فعشان كده بيصاب مش بس بنزلات البرد، لكن في ناس عندها أمراض مزمنة الموضوع معاها بيبقى صعب جدا. فنغطي راسنا، نلبس لبس تقيل، لو مطرت وأنا مش عامل حسابي غير في حاجة اتبلت ما هيش ووتر بروف أحاول ألحق بسرعة جدا إن أنا أغير الهدوم بتاعتي المبللة. كمان بسرعة، عارفين في أعراض كده بتبقى في الجلد وفي الصوابع من الصقيع، يعني اتجمد اللي هي عارف لو حصل حاجة ما يحسش أصلا بإيديه. وأنا بخاف جدا وبقول الناس كمان اللي عندهم السكر بيبقوا أكتر عرضة للحاجات اللي زي دي، لو حصل أي حاجة لا قدر الله هو مش بيبقى حاسس، يعني البرد زائد السكر اللي عنده، ففي الأطراف سواء الإيدين أو الرجلين بيبقى فيه مشكلة كبيرة. عارفين واحد ممكن حتى لو اتعور ما يحسش إن هو اتعور. فيعني بشكل قاطع كده ما عندناش ضرورة نخرج، بلاش إننا نخرج، نلبس لبس تقيل جدا ندفي. حتى وزارة الصحة بتقول لكم البسوا الجوانتي، مش اللي بيبقى واسع العادي ده، اللي بيبقى ضيق وماسك على الصوابع عشان يدفي الإيدين، ونحاول نخلق كده حرارة لنفسنا. يعني حاجات بسيطة أعتقد، لكن خلي بالكم عشان الموجة الباردة المرة دي صعبة جدا، جاية مع توابع كورونا اللي موجودة، مع نزلات البرد، مع اللقاح بتاع الأنفلونزا الموسمية اللي مفروض اللي الواحد لو خده كان بيبقى خده من بدري مش دلوقتي عشان الحماية. فإن شاء الله ربنا يعدي الأيام دي كده بخير. نروح لخبر تاني من محافظة الجيزة ومعارض الشباب والاهتمام بالشباب وبمشغولاتهم وبمنتجاتهم، ازاي ممكن ان الوزارة او المحافظة تساهم معاهم وتعمل لهم معرض يحطوا فيه المنتجات بتاعتهم. محافظة الجيزة اقامت معرض دعم وتسويق منتجات الشباب اصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية. المعرض هيبتدي من بكرة الخميس 9/2/2023، وده من خلال
خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر بحدائق الأهرام، وهيستمر لغاية يوم 11/2/23. أنا بتمنى أن الشباب نفسهم اللي عندهم مشروعات أو منتجات وبيدوروا أن احنا ما بنعرفش نسوق المنتجات بتاعتنا، في ناس عندها حاجات كويسة جدا بتعرف تعملها لكن عندها مشكلة دايما في التسويق، يعني حتى بنقول المشروعات الصغيرة واعمل يقولك أنا عندي، بنقول لحد اعمل صفحة على الفيسبوك يقولك بعرف أعمل منتجات، بعرف أعمل أكل، بعرف أعمل حرف يدوية، مشغولات، بس عندي مشكلة في التسويق. فمن وقت للتاني بنلاقي طبعا سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، في محافظات في الصعيد بتساهم مع بعض المبادرات من المجتمع المدني إنها تعمل معارض للشباب ويحطوا منتجاتهم فيها، وصدقوني الحاجات دي ما تستهينوش بيها لأن ساعات بتوصل الشباب لحتى إن شغلهم يبقى بره مصر، يعني لما بتكون الحاجات مميزة جدا وتكون في معارض بره بتحصل بقى في الإمارات في أي مكان بره بياخدوا منتجات الشباب دي وبيخلوهم إنهم يكونوا ليهم الأولوية يشاركوا في المعارض اللي بره مصر. طيب الحكومة بتنفي وجود عجز أدوية في احتياجات المستشفيات الحكومية، أكتر من مرة بنقول أننا مش عاوزين ننساق وراء الشائعات بسبب عجز الأدوية، بس خلينا أقول في تغير في سعر الأدوية وفي ارتفاع في سعر الأدوية. في ناس عندها لسه دلوقتي أبيع بالسعر القديم ولا أبيع بالسعر الجديد، وبيبقى اللي رايح يشتري الدواء هو الضحية في إنه في الآخر ممكن يقوله الدواء مش موجود، أو إن أنا ممكن هشتري الدواء بالسعر الجديد وفي كميات موجودة في الصيدليات أو في المستشفيات بالسعر القديم. أنا بتمنى الأزمة دي تتحل، الحاجات اللي موجودة منها كميات بالسعر القديم وتسعرت بزيادة الأدوية بالسعر الجديد الناس هي هتعمل إيه؟ فيعني أنا معاكم جدا، بقول لكم ما نقراش الإشاعات كده ونمشي وراها، الأدوية متوفرة وموجودة، والدواء المستورد اللي مش بنلاقيها تلاقوله بديل وبيبقى كويس جدا جدا، دواء مصري بيعمل نفس المفعول، لكن موضوع أسعار الأدوية أو التفاوت فيها محتاج برضو نظرة تانية. هيئة الدواء بتحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة. أنا بحط لكم 100 خط تحت الكلمة دي، الكورتيزون ده سحر صدقوني، سحر. عارفين سحر يعني سحر من ناحية حاجات كتير جدا. الكميات اللي بيتاخد بيها الكورتيزون مدمرة. أنا حد من الناس اللي عانى ودفع ثمن أو ضريبة الكورتيزون، فعشان كده بقول لكم للأسف إن في ناس مش بتعاني من أمراض معينة لكن بتستخدم الكورتيزون زي ما أنتم شايفين كده في الخبر عشان يزود وزنه شوية. يعني واحدة مش بتتخن وشايفة إنها نحيفة زيادة وعملت كل حاجة ومش تلجأ للكورتيزون عشان بينفخ يخليها شكلها حلو. طب انت شكل ده بيضعف المناعه وبيكسر العظم ويجيب امراض ويخلي يعني حاله البني ادم حاله، احنا ليه نعمل في نفسنا كده؟ فحتى في الامراض المفروض انه بيستخدم تحت اشراف طبي وبجرعات بسيطه جدا ومحسوبه جدا، لان اضراره وعواقبه صدقوني يعني كبيره كبيره اكبر من اي كلام احنا ممكن نقوله، دي لوحدها عايزه ممكن تبقى حاله. فمن فضلكم بشكل عام ابعدوا عن اي ادويه فيها كورتيزون الا تحت اشراف طبي وبجرعات معينه. هتلاقوا في أدوية يقولك ما تستخدمش أكتر من 5 أيام، يعني في أدوية من مضادات الحساسية يقولك 5 أيام بس، وبياخدوا منها جرعة زي معلقة الشاي كده، رغم أن الجرعة بسيطة لكن لازم تبقى محسوبة. فمن فضلكم خلي بالكم، تحذير مهم جدا جدا من وزارة الصحة بخصوص الكورتيزون. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة. هيكون عندنا فقرة هنتكلم فيها عن تاكسي العاصمة، ده تطبيق هيكون موجود في العاصمة الإدارية، نشوف إزاي هيتم ربطه بالعاصمة وإزاي هيستخدم، طريقة الدفع بتاعته هتكون عاملة إزاي. دي هتكون فقرة. هيكون عندنا مواجهة حروب الجيل الخامس، وده تطبيق أطلقته وزارة التربية والتعليم أو برنامج تدريبي الألعاب الإلكترونية ومخاطرها، حدث ولا حرج بعد الفصل.